12 ظهرا بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت غرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات انتظام سير العمل في لجان الاقتراع الفرعية المنتشرة في عموم المحافظات في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية. وقال المستشار أحمد بن داري إن العملية الانتخابية تمضي بشكل منتظم دون أي عقبات أو معوقات، وإن غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات تلقت ما يفيد بوجود توافد وإقبال كبيرين من جانب الناخبين على المراكز الانتخابية للإدلاء بأصواتهم. بدأت في تمام الساعة 9 من صباح اليوم لجان الاقتراع على مستوى جميع المحافظات أعمالها لليوم الثاني على التوالي في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتي تجرى تحت إشراف قضائي. يستمر التصويت حتى 9 مساء فيما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 13 من ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة. كما حددت الهيئة عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها نحو 11,631 لجنة بداخل 9,376 مركزا انتخابيا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية. وفي بورسعيد انتظم سير العملية الانتخابية لليوم الثاني على التوالي، حيث يتواصل توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم بالمقار الانتخابية. تضم المحافظة أكثر من 533 ألف ناخب موزعين على 7 أحياء ومدينة بور فؤاد، حيث تم إعداد وتجهيز 67 لجنة ومقارا انتخابيا، بالإضافة إلى 80 لجنة فرعية وخمس لجان للمغتربين. يتواصل توافد المواطنين بكثافة على لجان الاقتراع في محافظة الغربية. يصل عدد من لهم حق التصويت في الغربية ل3,544,993 مواطنا داخل 693 مقرا انتخابيا. شهدت لجان محافظة الإسماعيلية إقبالا كبيرا من الشباب والفتيات وكبار السن في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، وخصصت المحافظة 184 مقارا انتخابيا على مستوى المراكز والمدن لاستقباله 963,273 ناخبا مقيدا بالجداول الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 28 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة، بينهم امرأتان وطفل. وقالت مصادر أمنية فلسطينية أنه تم اعتقال 6 أشخاص بينهم طفل من محافظة الخليل و8 من بلدة أبو ديس في مدينة القدس و4 بينهم شقيقان من بيت لحم والشمال. جرى اعتقال 3 أشخاص بينهم امرأة من مخيم بلاطة في نابلس و2 من جنين و1 من قليقلة. عم إضراب شامل الضفة الغربية المحتلة تزامنا مع حراك عالمي تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل اليوم 66 على قطاع غزة، وبالمجازر التي ترتكبها قوة الاحتلال بقصف منازل المدنيين الآمنين والمستشفيات ومراكز الإيواء. شل الإضراب الذي دعت إليه القوى الوطنية مناحي الحياة كافة، وأغلقت الجامعات والبنوك والمصارف والمحال التجارية وسط دعوات جماهيرية شعبية إلى الاستمرار في فعاليات المواجهة مع الاحتلال.
مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذا الموجز من التلفزيون المصري. عودة مرة أخرى لإيمان لاستكمال تداعيات وفعاليات اليوم الثاني على التوالي للانتخابات الرئاسية 2024. إليك إيمان. شكرا جزيلا لك فاطمة.